اليوم رح احكي عن جهاز الاي ار جي اللي هو جهاز لتخطيط كهربائيه الشبكيه. هذا الجهاز بيفحص المرضى عن طريق تعريضهم لانماط مختلفه من الضوء لتشخيص الامراض الوراثيه والمكتسبه بالشبكيه مثل مرض العشا الليلي وامراض العصب البصري. بدي احكي اليوم عن جهاز الفحص الطبقي للقرنيه اللي هو اسمه البنتاكام. بهذا الجهاز احنا بنحلل نتائج الفحص بطريقه شامله وصحيحه. هذا جهاز التصوير البصري المقطعي OCT، يستخدم هذا الجهاز لتصوير الطبقات الشبكيه المختلفه. هذا جهاز الفليب كلامب هو جهاز بنستخدمه لقياس صحه العين وفحص الاجزاء الداخليه والخارجيه للعين، كمان تركيب العدسات اللاصقه بانواعها. بكالوريوس البصريات في الجامعة العربية الأمريكية برام الله، يدرس التخصص في مختبرات وعيادات مجهزة بأحدث التقنيات على أيدي طاقم أكاديمي مميز.